يحتفل اليوم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بيوم المعلم، وذلك في معهد العلوم الإسلامية تحت رعاية سعادة حبيب بن محمد الريامي الأمين العام لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم. توج فريق الشباب المثقف بالمركز الأول في دور القراءة في نسخته الثالثة ضمن فعاليات معرض مسقط الدولي للكتاب، فيما حصل فريق مركز التدريب المهني بعبري على المركز الثاني. استمر اليوم هطول الأمطار على عدد من ولايات شمال السلطنة، وسجلت محطات قياس هطول الأمطار أعلى كمية لهطول الأمطار في محافظة مسندم، حيث بلغت 73 مليمتراً في ولاية مدحة. يفتتح اليوم بمنتزه شاطئ العذيبة بولاية بوشر ملتقى العذيبة الثقافي الترفيهي الثالث تحت شعار تطوع خدمة لوطني، ويستمر حتى الخامس من الشهر الجاري.